أقوى طريقة للحصول على فيو 3 مجانا وبلا حدود. الطريقة دي جديدة ومحدش هقولك عليها. تابع الخطوات معايا خطوة بخطوة وما تستعجلش. مفيش وقت للكلام الكتير. قبل ما نبدأ ما تنساش لايك للفيديو وتشترك في القناة. أهم حاجة الاشتراك. ويلا بينا. وأول حاجة لازم تعملها وهي إنك تتفرج على أي فيديو من الاثنين دول عشان تعمل إيميلات جوجل كتيرة جدا. وبعد ما تعمل إيميلات جوجل كتيرة جدا تعال أقولك بقى هتعمل إيه. اول حاجه بندخل على فلو، ده حسابنا بيديني زيرو كريدت، فعشان لسه مستخدمه في البدايه اللي انت شفتها دي، فتعال نعمل خروج، بعد كده نعمل فلو، هتلاقيه دخلك على طول على جوجل. انا عندي كل دي ايميلات وهميه زي ما انت شايف. اختار مثلا رابع حاجه، اقدر اجي هنا ادوس على التالي، انزل، وبعد كده اروح على متابعه، ادوس على مشروع جديد. في طريقه جامده جدا الطريقه دي، وهي عندك مرتين يا معلم. عندك ده ممكن تستخدمه بتاع 5 مرات اللي هو الفاست، يعني ممكن تستخدم فيو 3 الفاست ده 5 مرات بشكل مجاني. وعندك اللي هو كواليتي، ده تقدر تستخدمه مرة واحدة بياخد منك 100 كريدت. فعشان كده بقول لك لو انت عايز تستخدم اقوى حاجة اللي هو بيطلع صوت قوي جدا زي البداية اللي انت شفتها، انصحك تستخدم اللي هو 100 كريدت، لان التاني مش هيبقى كويس جدا زي ده. يعني هو كويس ولكن ده اقوى حاجة حاليا يعني. فعشان كده قلت لك لازم يبقى عندك حسابات كتير. طبعا انا عندي حسابات كتيرة جدا فاقدر استخدم اللي انا عايزه. ولو استخدمت الطرق اللي فات عشان تعمل ايميلات كتيرة جدا ولكن الطرق ما زبطتش معاك قوي يعني، فما تقلقش خالص، باذن الله هعمل اكتر من فيديو عن ازاي تعمل حسابات كتيرة جدا. فعايز دعم جامد جدا على السلسلة دي عشان انزل لك طرق جامدة جدا، والطرق دي هتشتغل معاكوا بشكل جامد. فاول حاجة لازم تتأكد منها وهو ان انت مثلا عايزها من نص الفيديو على طول، ولا عايز تحط مثلا زي ما انا كنت عامل في البداية، عامل اطارات، احط الصورة بتاعتي هنا واخليها تتحرك. تعالى مثلا نحط الصورة بتاعتي هنا، اختار مثلا الصورة اللي انت شايفها قدامك دي وابعتها له يا معلم. هيقعد يعمل لك شوية تحميل كده شوية للصورة، وبعد كده هتلاقيها ظهرت معاك بالشكل ده. هتيجي هنا ولازم تكتب له برومبت قوي عشان يطلعه لك من اول مرة، ده لو انت تستخدم الكواليتي. ولو انت برضو تستخدم الفاست فانصحك تبقى حاجة كويسة برضو، ولكن انا عندي الصورة دي فانا مش محتاج فيها كلام، كل اللي هحتاجه ان انا احركها بس. فليه استخدم الكواليتي؟ هستخدم الفاست، طالما انا مش محتاج اي كلام في الصورة فهستخدم الفاست، كده كده مش محتاج الصوت بتاعي. هو هيطلع لي صوت ولكن صوت هيبقى هادي جدا زي طبيعة وحاجات كده، مش هيطلع لك حاجات جامدة يعني. فهستخدم اللي هي الفاست. هتروح على جيميناي او شات جي بي تي كلاود، اي حاجة بتستخدمها عشان تطلع منها نصوص، وهتقول له اكتب لي برومبت، او انت كمان تتخيل له برومبت معين وتحطه على فيو 3. بعد كده بترمي له البرومبت هنا يا معلم، وبتروح على دي، بتبعت له. طبعا هنا انا مختار واحد بس، فانت عندك تختار صور كتيرة جدا. احنا الواحد ده هياخد مننا 20 كريدت، فانت قدامك تعمل 4 صور تاني يعني. يعني ممكن اعمل 4 صور تاني، ولكن طالما انت هتستخدمه بقى بشكل هادي فاستخدمه واحدة واحدة يعني، تمام؟ ما تعملش صور كتيرة جدا عشان ما يطلعلكش من برومبت واحد اكتر من صور. ولو انت عايز مثلا تشوف ايه الاحسن وتقارن بينهم فانصحك تعملها مرتين. فالمرتين دول تقدر تستخدم الموقع بالحساب الواحد بتاع 3 مرات، مرتين بمقارنة اللي هو بين فيديوهين، ومرة تالتة هتعملها بفيديو واحد، وهيبقى معاك بشكل مجاني مدة اطول يعني. ولكن زي ما انا قلت لك، لو انت عايز فيديو قوي جدا ويطلع لك كل حاجه بشكل قوي، انصحك تعملها كواليتي عشان هيبقى معاك بشكل جامد جدا. وبس كده الفيديو ظهر معانا يا معلم، تعال نشوف الفيديو سوا. الفيديو جامد جدا بصراحه، الفيديو جامد جدا. انا كنت رافع فيديو على التليجرام عندي بطريقه نفس دي كده، لكن ما كنتش عامله في فيو 3 بالشكل ده، كنت عامله بطريقه تانية يعني. والطريقه التانية برضو هقول لك ازاي تستخدمها، هتصنع معاك فيديوهات فيو 3 وبطريقه جامده جدا نفس الكلام ده، تمام؟ فدي حركه سينمائيه كده وموسيقى لذيذه مش محتاج فيها كلام، فعشان كده اخترت فاست. اجي احمل بالطريقه دي، مش بدوس على الحجم الاصلي، بختار الدقه المحسنه عشان يحملها لي بشكل عالي جدا، واستنى طبعا لحد ما يحمل، اللي هي بياخد منك بتاع 2 3 دقايق بالكتير، وبعد كده تلاقيه ظهر معاك. فتعالى نعمل الفيديو عادي بقى، هنرمي دي هنا. اهم حاجه نتاكد ان احنا مش على فيو كواليتي، على فاست عشان ايه يشتغل معاك، عشان احنا مش معانا 100 اصلا. بعد كده هنبعت يا معلم، وعقبال ما يخلص بقى تعالى نعمل واحد تاني. وهنا هو خلص لي المشهد التاني يا معلم زي ما انت شايف كده، تعال نشوف المشهد مع بعض.
المشهد جامد. تعال بقى نحمل بالدقة دي عقبال ما يحمل بقى نكون احنا ايه عملنا الفيديو التاني. فأهم حاجة في الموضوع ده كله هي اختيارك للبرومبت، وهي انك تكتب برومبت قوي جدا. مش مهم بقى سواء بتكتبه انت بخيالك او بتخلي الذكاء الاصطناعي يكتبه لك، اهم حاجة يبقى تضيف فيه الطابع خيالك انت الخاص. يعني انت تقول للذكاء الاصطناعي انت عايز يكتب لك برومبت عن ايه، هو اللي بيكتبه، ولكن بيكتبه بناء عن حاجاتك انت بس كده. هتروح هنا بقى على دي، وتعالى نشوف النتيجة النهائية لتالت فيديو معانا. وبكده وكده المشهد التالت ظهر معانا يا معلم، تعالى نسمعه سوا. شخصية مرعبة والموسيقى مقرفة الصراحة يعني، فده اللي انا بكلمك فيه فاهمني، الموسيقى مش واقعية خالص يعني. وطبعا لما الكريديت تخلص منك خالص هتعمل ايه يا معلم؟ هتيجي هنا كده وتعمل خروج، وبعد كده تسجل دخول بحساب تاني زي ده كده مثلا، هيديك 100 تاني. تعال نروح على نيو بروجكت، وبعد كده بتيجي هنا طبعا زي ما احنا عارفين بنستخدم البرومبت. نرمي البرومبت هنا، اهم حاجه البرومبت يبقى قوي جدا عشان يستخدم معاك اول مره. طبعا انا هنا هستخدم الكواليتي، فلازم تبقى عارف الاعدادات دي عشان ايه ما يعملش معاك خطا يعني. طالما هنا كواليتي هياخد 100 فتخليها 1 يعني، عشان لو عملتها اكتر من حاجه يعني مش هتشتغل. لو عملتها 2 او 3 اللي هو انت بتصيع عليا فاهمني، فمش هيشغلها لك، فخليها واحده بس عشان تشتغل معاك من اول مره. وبعد كده بتبعت له يا معلم. ولو وصلت المرحله اللي احنا فيها دلوقتي اكتب لنا في الكومنت تحب تتفرج على ايه الفيديو اللي جاي، واحنا بنقرا كل التعليقات وباذن الله نعمل فيديو عن الحاجه اللي انت عايزها. والفيديو ظهر معانا اهو، تعال نشوفه مع بعض. وبس كده يا ابو عمو نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك واشتراك في القناه. وبس كده فعلا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير، وشيرك مش مشترك، وسلام.